وضعت الجزائر والمغرب وست هم في صدارة أوروبا. عائلة بن رحمه مع المشجعين من الطراز العالمي وست هام، كان خامس جزائري فقط يلعب في نهائي كأس أوروبا والأول في مؤتمر الدوري الأوروبي الجديد. الليلة سعيد لبن رحمة سعيد، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع وست هام. كانت النوايا إشكالية لديفيد مويس، لكن هذا لا يهم، على الأقل الليلة. الهداف بضربات الجزاء في الدقيقة 62، وكان بن رحمة من أهم لاعبي اللقب الأوروبي الثاني في تاريخ النادي اللندني. المغربي الدولي نايف أوفورد الذي انضم إلى نادي وست هام اللندني في 2022 لأول مرة في مسيرته في نهائي مؤتمر لكرة القدم لعب مواطن القنيطرة الذي أصبح أحد أعمدة ناديه، المبتل لمؤتمر لعب يوم الأربعاء 7 يونيو في براغ ضد فيورنتينا من قبل سفيان أمرابط الذي سبق له المنافسة. وست هام صورة جميلة. سعيد بن رحمه ونايف أغوير تكسرهم صيام في وقت رمضان. شكرا لكم على دعمكم هذه القناة لتصلكم دائما أخبار جديدة.